جاهز الحين؟ توقعات ضيوف الأمس وقبل أمس مشاهد. طيب ناخذ توقعات. أبو يزيد 2-1 للأهلي. 2-1 للأهلي. أبو فارس توقعات؟ فوز الوحدة بضربات الترجيح. الترجيح متوقع تنتهي المباراة يعني في رأيي الشخصي بالتعادل ولن تتجاوز ذلك ربما. عطني النتيجة. 1-1. الله. أنا أتوقع الاتحاد 2-1. الاتحاد 2-1. طيب وعبد الله الشبانة الهلالي يقول 4-0. يا لطيف. يقول يا أخي يقول إن شاء الله يقول 10. أبو سعد يا لطيف يعني لا بعد تزودته بعد 4 يعني معقول كوف عون عدنان عقب 4 زميل السعد جستيني عاد رجل مرح هذا يتقبل كان متوقع الهزيمة ولكن 4 شكله ما راح ينام الليل. وتركي شكرا جزيلا لك. العفو شاكر لكم وشاكر لكم استضافتكم أيضا في الحفل الجميل البسيط اللي كان حقيقة يعني أجمعنا بالزملاء ما شفته من سنوات. وختام التقرير دعوة الدكتور حافظ بدري أنه إن شاء الله تحول البرنامج إلى قناة فعلا قناة كورة لأنه بالفعل اللي نشوفه في برنامج كورة أتمنى نشوفه إن شاء الله في قناة رياضية متكاملة. أستاذ حسن شكرا جزيلا لك. تستحقون الشكر وأنا أتمنى للقناة والقائمين عليها التوفيق إن شاء الله تعالى وبالبرنامج بالذات. شكرا جزيلا. موعدنا غدا إن شاء الله 11:30 بأمان الله. شكرا.